ايه يوسف؟ انا حضرتك كنت راجع من درس في الملك السعودي، يعني الحكومة احتفلت 6 اكتوبر، فالاخوان كانوا على قبر الملك الصالح، فحضرتك كانت بالية في عيني وبالية حضرتك المؤاخذة، كانوا فاهم بيعملوا ايه على كل مجلس؟ كانوا بيضربوا الاهالي. ده امتى الكلام ده؟ يوم احتفلت 6 اكتوبر اللي فاتت دي؟ اللي فاتت حضرتك بالية كانت دخلت في عيني وبالية دخلت في مؤاخذة في صدري وبالية دخلت في رجلي، تمام. فحضرتك وقعت، فالاخوان كانوا عايزين يسألوني كده، ف الأهالي ضربوا عليهم وواحد خد من المستشفى وده القصر العيني. تمام، ايه اللي حصل بقى في قصر العيني؟ عملت عملية على الشلب، كانت البلية حضرتك في عيني جنب عيني كانت باينة، وشالوها لي وخيطوا الجرح وكده، فكل ما اروح تعاملوا معاك كويس ولا؟ لا، كل ما اروح لهم يقعدوا يزعقوا ويقولوا لي تعالى بعد شهر، تعالى بعد شهرين. بعد كده فين صورة حرارة اللي ودوني المستشفى نور الحياة للعيون. اسمها ايه؟ نور الحياة للعيون. حصل لك ايه بقى فيها؟ حضرتك كانت عيني دخل جوه خالص، فشفطوا السداد منها وركبوا سيليكون عشان ننفخ شكل العين. طب العلاج ده استمر قد ايه؟ مش فاكر اللي بقى يعني العلاج في نور الحياة للعيون. يوم عملت العملية يوم واحد وفي نفس اليوم خرجت. انت بتحس بايه دلوقتي؟ ايه المضاعفات اللي هي عندك دلوقتي؟ هنا حضرتك بتشوط وما بعرفش افتحها في الشمس وما بعرفش افتحها في النور خالص. وبيرفع ضغط العين خالص. بيرفع ضغط العين. انت بتعرف تذاكر يا يوسف ولا؟ طبعا انت ما بتروحش المدرسه دلوقتي. لا ما بتروحش المدرسه. ما بعرفش افتح عيني في الشمس. ما بتعرفش تفتح عينك في الشمس. طب قول لي انت ايه المطلوب دلوقتي لو احنا مثلا نقدر ان احنا نعرف الحاله حد يساعدك؟ بس انا عايز بس من ربنا سبحانه وتعالى وبركه في حضرتكم النور هيرجع تاني. بس باذن الله ربنا ان شاء الله هيرجع لك نور عينيك. بس قول لي ايه المطلوب بالظبط؟ العمليه ايه المطلوبه علشان ان شاء الله نظرك يرجع مره ثانيه؟ انا حضرتك دلوقتي محتاج سيليكون، اشيل السيليكون اللي في عيني واركب سيليكون تاني عشان عيني يبقى بيضه خالص لمده 5 سنين. بعد كده والله اعلم، ربنا كاتبه والله يسر. ربنا ان شاء الله يكتب لك شفاء ان شاء الله.